استاذ عادل امام فنان كبير وتعامل مع فنانين كبار سواء في الاخراج او في الكتابه طبعا. او حتى في الموسيقى التصويريه. معانا على الهواء يعني حدوته كده موسيقيه مصريه جدا من نوع مختلف، جمعت يعني رحلته مع عادل امام مجموعه من الافلام قدموها مع بعض حوالي 12 عمل، شمس الزناتي وغيرها من الاعمال الجميله جدا اللي فيها لمسه موسيقيه ببصمه الفنان الكبير هاني شنوده اللي معانا دلوقتي على الهوا. صباح الخير استاذ هاني. يا صباح الجمال. صباح الجمال والابداع كله. النهارده عيد ميلاد الفنان الكبير عادل امام. كل سنه وانتم طيبين وكل سنه وهو بالف خير وصحه يا رب. يا رب. اول عمل فني جمعكم مع بعض امتى والقصه كانت ايه؟ احكي لنا كده علاقتك مع الزعيم. بيتهيألي هو المشبوه. مشبوه. اللي كان بيتكلم عليه انا فتحت نتاخر استاذ محمد مسعود الناقد الفني. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ هاني. ربنا يخليك. ده تاني فيلم اعمله، اول فيلم كان لعزاء للسيدات، وسمير سيف الله يرحمه بقى قال لي اسمع هاني فيها شكل جديد للمزيكا بتاعتك وانا عايزك. بس في مشكله ان عادل امام بيقلب من كوميديا الاكشن. لو مش قد الاكشن قول لي عشان اجيب حد تاني ولا حاجه، يعني ما تبوظش الفيلم. فده كان زي ما تقول لود جامد جدا، حمل تقيل على قلبي. قدها وقدود يا استاذ هاني. لا اياميها ما كنتش لا قدها ولا قدود ولا بتاع، لسه بتلمس طريقي. ما فيش حد بيبتدي من فوق، كل الناس لازم تبتدي من تحت. المهم قلت له اسمع انا هعمل لك اتفاق جنتلمان اللي هو ايه؟ هنعمل التتر، عجبك نكمل الفيلم، ما عجبكش ارميه في الزباله ويا ضاربه دخلت وكدت مع الموضوع. وعجب. قال لي انا النهارده بقى عارف ان هو عرضه على عادل امام. لكن انا اياميها وغاب ثلاث ايام وانا ما اعرفش غاب ثلاث ايام ليه؟ قاعد يسمع في نهج البورده يعني ثلاث دقائق ولا اربعه. لكن انا النهارده بقى عرفت ليه هو سمعه لعادل امام وعادل امام قال له لا. فابتدينا بقى نعمل فيلم، وابتدى ابتدى القصه بتاعتي مع نجم النجوم في العالم العربي كله عادل امام. ده كان من احد الحاجات اللي انا كنت محظوظ، انا محظوظ قوي على فكره، وده من حظي ان انا اشتغل معاه الكم ده من الافلام. طيب لو جينا اتكلمنا بقى عن الكم، ما شاء الله ربنا يبارك في الكم، 12 فيلم تقريبا، وحضرتك صرح لي لو انا ارقامي مش مظبوطه، 12 فيلم قدمت فيهم حواديت موسيقيه مختلفه، كل واحده شبه الفيلم وشبه برضو شغل هاني شنوده، ازاي عملت ده؟ ما هو انا بخلي الفيلم ينطق لي مزيكته ايه؟ يعني انا اتفرج على المزيولا مره واثنين وثلاثه وبيضايقوا مني. أول ما أسمع تي دا 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 تي دا دا تي دا أقول لهم متشكرين جدا، ألحق أروح البيت أكمل بقى على البيانو الحكاية والرواية والحكاية. لكن الفيلم بينطق لي بمزيكته. معرفش ده بقى العقل الباطن ولا حاجة من عند ربنا، ويعني تفسيرها مش موجود عندي. تفسيرها يمكن عند علماء النفس بقى ولا اطباء ولا 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 ولا. لكن في الاول وفي الاخر انت حضرتك لو حطيتي مزيكة المشبوه على شمس ذاتي ما تلاقيش، شمس ذاتي على المشبوه ما تلاقيش. وده اهم حاجه انا كنت حريص عليها، ان ما فيش فيلم شبه التاني في الموسيقى على الاطلاق. وهي دايما الموسيقى بطل اساسي في الفيلم، يعني بطل مهم جدا، واحنا بنعيش او بنعرف الافلام واحداثها كمان من المزيكا اللي بنسمعها، يعني لما بنسمع المزيكا دي فاحنا عارفين دي مزيكة فيلم المشبوه ولا شمس الزناتي او غيره. عايز اقول لحضرتك حاجه، شغل وضع الموسيقى التصويريه للفيلم السينمائي ده بيتطلب ايه؟ يعني هل بيتطلب مهارات معينه؟ لازم يبقى في معايشه كامله للفيلم اللي انت بتشوفه قبل ما تحط الموسيقى او للنص المكتوب على الورق؟ طبعا لازم تشوف الاثنين، النص اللي على الورق والمرئي. ليه؟ لان المخرجين بيغيروا في المواضيع وانت يعني في ارض الواقع.
وانا بقى يحضرني هنا حاجه قال هو عادل امام وسعاد حسني، وان عادل امام مارس ضبط النفس جامد جدا. هضيف بقى ايه حاجه صغيره جدا. اتفضل. قال لي اتفرج ازاي سعاد بتحاول تعيد اللقطه مره واثنين وثلاثه، لانها كل ما بتعيدها كل ما بتتحسن. جميل. وهو كل ما بيتعاد عشان هو بتاع مسرح وعايز يرمي الإفيه من أول مرة ياخد سوكسيه فهو ينزل، فهي مكست الحكاية دي والمخرج واخد باله من الحكاية وقال لي أنا الحكاية دي. وفعلا في أنا مش هقول على لقطات معينة، بس أنا عايز أقول إن أنا كل لقطات أفلامي والموسيقى اللي أنا عملتها تتضاءل جنب المطاردة ما بين عادل إمام وما بين الضابط، كل واحد بمزجته. تيجي على طول ما يعني دي من الحاجات اللي اثرت في الناس قوي. جميل. يعني بنشكرك الموسيقار الجميل والكبير هاني شنوده، يعني تعيش كده وتبدع وتالف مزيكا جميله. نورتنا وشرفتنا في صباح الخير يا مصر الاستاذ هاني شنوده.